لقاء جديد بين السيد عمار الحكيم زعيم المجلس الإسلامي الأعلى والسيد مقتدى الصادر زعيم التيار الصدري في مكتب الأخير بالحنانة في النجف. تناول الكثير من القضايا، منها الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد والحشد الشعبي ودعم حكومة حيدر العبادي وحسم موضوع رئاسة التحالف الوطني. تم التداول في الشؤون الأمنية والسياسية، الشؤون الداخلية العراقية، موضوعات الحشد الشعبي، دعمه وإسناده من ناحية، حمايته من الإساءة له من الخارج والداخل، من داخله ومن خارجه. موضوع التحالف الوطني وتماسكه وحل الإشكاليات في اختيار رئيسه يمثل واحدة من الموضوعات الأساسية. وكان لقاء مثمر وجيد، وسيكون هناك نتائج أيضا جيدة ومثمرة على الصعيد العسكري والسياسي وكل الأصعدة. السيد عمار الحكيم أكد في المؤتمر الصحفي المشترك مع السيد مقتدى الصدر أنه أطلع الصدر على مبادرته للسلم الأهلي وبناء الدولة، متحدثا عن دعم الصدر للمشروع السياسي الذي يجب أن يتكامل مع المشروع العسكري، منتقدا بعض التظاهرات التي تخرج باسم الخدمات لإرباك الوضع في الوسط والجنوب على حد تعبيره. تم التداول في مجمل الوضع السياسي الذي نعيشه، وأيضا فيما يرتبط بمبادرة السلم الأهلي وبناء الدولة ووضع سماحته في الأفكار المطروحة في هذه المبادرة، ولاحظنا الدعم والتأييد من سماحته للمشروع السياسي الذي ينبغي أن يتكامل مع المشروع الأمني والعسكري في البلاد. أيضا جرى الحديث عن بعض القوى والتحركات المشبوهة التي تتحرك لإثارة الرأي العام وإنزال الناس إلى الشارع في هذه المحافظة أو تلك تحت يافطة الخدمات، وقد تكون وراءها مبررات أخرى ودوافع أخرى لا ترتبط بمثل هذه الشعارات الصحيحة. من جانبه اعتبر السيد مقتدى الصدر أن سقوط الموصل كانت أسبابه الأساسية سياسية نتيجة التهميش والإقصاء، معربا عن أمله بالانتصار على داعش بالتعاون بين الحكومة والحشد الشعبي والقوات الأمنية. هناك عوامل كثيرة أدت إلى سقوط الموصل، وهي أكثرها وأغلبها سياسية بطبيعة الحال. ما جرى من تهميش، ما جرى من إقصاء، ما جرى من أمور سياسية خاطئة أدت إلى هذه الأمور. إن شاء الله بوجود الحكومة الجديدة، حكومة الأخ العبادي، ووجود الحشد الشعبي، ووجود الجيش والشرطة إن كان هناك تنشيط لها من جديد، ستكون هناك باب للفرج، باب للنصر، باب لتحقيق السلام في هذا العراق. واتفق الجانبان على ضرورة تمرير قانون الحرس الوطني ودعم حكومة حيدر العبادي وحل مشكلة رئاسة التحالف الوطني. راجي نصير، الحرة، النجف الأشرف.